وأبواب المحبة قد فتحنا على مضمونها فقه العبادة، على مضمونها فقه العبادة يطوف صداه في رحب. يقول السائل: ما حكم صيام من لا يصلي؟ نقول وبالله التوفيق أن تارك الصلاة له حالان، أم إما أن يكون تاركا لها جحودا بوجوبها واستحلالا لتركها، فمثل هذا والعياذ بالله تعالى يكفر بفعله هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإما أن يكون قد ترك الصلاة تكاسلا وتثاقلا عن أدائها، فما حكم الصيام في كل واحدة من هذه الحالات؟ أما إن كان قد ترك الصلاة كفرا وجحودا بها فمثل هذا لا يصح منه صيام ولا يقبل معه عمل، فالصيام لا يقبل من خارج من الملة. أما إن كان قد ترك الصلاة تكاسلا وتثاقلا عن أدائها فمثل هذا صيامه صحيح، ولكنه آثم لتركه الصلاة وعليه التوبة والاستغفار، والله تعالى أعلى وأعلم.